وارناوتوفيتش على اليسار، هذه ممكن خطيره لليوكومي في الجول. في الجول يا ساده، في اول كره خطيره، في اول لمسه رائعه، نادي بولونيا يضرب الشباك بضربه السويسري وبقدم السويسري ايباشر. وصلت الى سوريانو، سوريانو ارناوتوفيتش، هذه في الجول، هذه في الجول يا ماركو. النمساوي يعود بعد الغياب، ماركو أرناوتوفيتش يعود مرة أخرى ويصل إلى الشباك، هدف الثامن في هذا السيزون، العملاق النمساوي. لاعب لإشبيليا في بلاد الإسبان، ولعب كذلك للإنتر هنا في بدايته مع الطليان، لكن تبقى ألقابه. أوي أوي أوي، بدون ألقاب ولا أرشيف، أعطيني الجول من بعيد، هدف ولا أروع، هدف ولا أجمل، هدف فيه الكثير من الإبداع.